فنستقم ونسمع قراءة الإنجيل المقدس. السلام لجميعكم. ولروحك. فصل شريف من بشارة القديس مكبوس البشير التلميذ الطاهر. أشكرك يا رب المجد المصري. لما انقضى السبت اشترت مريم المجدلية ومريم أم يعقوب وسالما حنوطا ليأتينا ويدهن يسوع. وبكرنا جدا في أول الأسبوع وأتينا القبر وقد طلعت الشمس. وكنا يقولنا فيما بينهن: من يدحرج لنا الحجر عن باب القبر؟ فتطلعنا فرأينا الحجر قد دحرج لأنه كان عظيما جدا. فلما دخلنا القبر رأينا شابا جالسا عن اليمين لابسا حلة بيضاء فانذهلنا. فقال لهن: لا تنذهلنا، أنتن تطلبن يسوع الناصري المصلوب. قد قام، ليس هو هاهنا. هو ذا الموضع الذي وضعوه فيه. فاذهبنا وقلنا لتلاميذه ولبطرس: إنه يسبقكم إلى الجليل، هناك ترونه كما قال لكم. فخرجنا سريعا وفررنا من القبر. وقد أخذتهن الرعدة والدهش ولم يقلن لأحد شيئا. لأنهن كن
الله والصديقون يفرحون ويتهللون أمام الله ويتنعمون بالسرور. المسيح قام من بين الأموات ووفي الموت بالموت ووهب الحياة للذين في القبور. هذا هو اليوم الذي صنعه الرب لنفرح ونتهلل به. المجد للآب والابن والروح القدوس. المسيح قام من بين الأموات ووفي الموت بالموت ووهب الحياة للذين في القبور. لهم كل أوان وإلى دهر الداهرين آمين. خريستوس نسي ابنك رمزنا Christ is risen from the dead. Why then he has trampled upon death. واتحاد الجميع إلى الرب نطلب. من أجل هذا الدير المقدس والذين يدخلون إليه بإيمان وورع وخوف الله إلى الرب نطلب. يا رب ارحم. من أجل أبينا وبطريركنا يوحنا والكهنة المكرمين والشمامس الخدام بالمسيح وجميع الكليروس والشعب إلى الرب نطلب. من أجل حكامنا ومعزرتهم في كل عمل صالح إلى الرب نطلب. من أجل هذا الدير المقدس وجميع الأديرة والمدن والقرى والمؤمنين الساكنين فيها إلى الرب نطلب. من أجل اعتدال الأهوية وخصب الأرض بالثمار وأوقات سلامية إلى الرب نطلب. من أجل المسافرين برا وبحرا وجوا والمرضى والمتعلمين والأسرى وخلاصهم إلى الرب نطلب. من أجل نجاتنا من كل ضيق وغضب وخطر وشدة إلى الرب نطلب. خلص وارحم واحفظنا يا الله بنعمتك. بعد ذكرنا الكلية القداسة الطاهرة الفائقة البركات المجيدة سيدتنا الوالدة لله وكيفك البتولية مريم مع جميع القديسين فلنودع ذواتنا وبعضنا بعضا وكل حياتنا المسيح الإله. تمجيد وإكرام وسجود أيها الآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. Yeah.
في القبور كريستوس أنستي إكنترون صلاته صلاته باتيسس كيتي سنتس مي باسيزوي فارسا منو المسيح قام من بين الأموات وهو في الموت بالموت فواب الحياة للذين في القبور. ارفعوا أيها الرؤساء أبوابكم وارتفعي أيتها الأبواب الدهرية ليدخل ملك المجد. هو الرب العزيز الجبار الرب الجبار في القتال. ارفعوا أيها الرؤساء أبوابكم وارتفعي أيتها الأبواب الدهرية ليدخل ملك المجد. هو الرب العزيز الجبار الرب الجبار في القتال. ارفعوا أيها الرؤساء أبوابكم وارتفعي أيتها الأبواب الدهرية ليدخل ملك المجد. رب الجنود هو ملك المجد. اليوم يوم القيامة فلا تلالا